for this. شو على بدي على القلاوة تدير هي على دخلت بوجه هذا ربك. يا قل عاد له راس قودنا زبي شي طواليت هذه الدراري شو خاكين فيلم ديال هذا جوز خليع ندخل له علاش حيت نقيه شو كيدير زبي شكون اللي ما يدخلش هنا القلاوة واش حمق يا ربك شت القلاوة هذا بالزربة أخرى واو مع دورت اللعيبة ويبان لي الربح على القلاوة قال لي أولي شفت صافي بان لي نقز من هنا قلاوة وانت لا حل ما صافي تصوفيت مالو أصاحبي هاد الكاركتر ديما لاعبين به مبهدل أصاحبي وانت نقيزة وحدة نموتو مع الركان ربك ولا نموتو بالخلع على القلاوة ترى وقف علي واحد خونا على القلاوة بسم الله الرحمن الرحيم وباوني ندور على القلاوة قديمة قديمة لعيبة صاف لعيبة ديال الدور كدا نوض تقعد بقاتش خدامة هذا بروف شي لعيبة جديدة جبتو انت داير لك اكس زعما هنا ماشي ليه ماشي بسالة شتي دابا نتوما دابا هادشي راه قديم الدراري مع الدوره كاين البلان يا ربك القلاوي يا ربك على صوت القلاوي يا بكي الكار ترى مشي بكي الكار وهادي القلاوي طباشير الزبي ترى ربك مش عالي دي مش طباشير كنا كنضربو بها الاستاذ القلاوي شي واحد خصني نوض يكتب الزبي التاريخ ربك تبقاش كتب ليهم جمعة 19 سبتمبر زبي 2019 فين كاين تعصب كاين تعصب الدراري عند الاستاذة ولا الاستاذ العربية خصك تكتب لربو تا هو السنة الهجرية خصك تزيد لديك جمادة 1985 او شارية ما نعرف فهمجي طباشير حنا كنا تنقراو به من كنا صغار ومن كبرنا الطباشير بغى يحويني وتبع الطباشير زبي الله يجد تحوى بالله تبع الطباشير زيد الله يسحبني شي قوت خرج لي وشي قلوة صاحبي شي تشرس صاحبي الصوت مقود ست ست تلا تحوينا تحوى مستوري يا الحمار قشلتي زيد هذي خصك تخرج من جهة أخرى عاد تسالي البير شو البلان كي داير واش فرج لي يا اخي دابا شنو البلان عودنا غيحلوا لينا باب الدراري ما نتمش شي وفام 16 ربك وعلى فلاح وربك القلاوي واش ما تيديرش الحساسه صاحبي شاد القلاوي هذا صح وعلى صال كي دايره واه كي داير هادشي الاغفوري مقود ياه سير في حالك سير مش عاودش تراجعي سير تقاود الاولاني باش تحويوك بالبيانو دابا الفيولا انت فيولاو اليوم الشي اش قلت لكم غنت فيولاو اليوم ربك عودناها شفتو كي الشي مين خرج شي مين خرج بدا شي قرب وبان لي قدام الباب الدراري خويا اديوس يا ربك ربك شاب عليها زبي وخطا وبوطا متربع شرا غيشدني غيحويني هذا يا رب عليهم شدنا دخلوا لذخرة كان عبد الحميد ما مشي يا 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 كارني فور ربك شابه هني رب عليهم يا 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 جينا نري شتو نري وانت شوف هاي الشيء تصويرة هاي هالباقاز هالباقاز هانت الطوالة هالطوالة وشنو بغيتي ربك انا زبين ديال شنو
وربك هادشي راه باين وهاد تاع الباب راه عند الحميد ليه، علاش غنحلو هاد الباب هذا؟ زيد اخويا اما تقاتل. يا خصك شرب ربك من هاد الحميد شدني تفاهة. هو ربك الساروت حنا تنقلبو عليه القلاوي، ها هو الساروت يا ولاد قحاب حنا تنقلبو عليه في التصويره. واش بيضيقه هادي يا زبي؟ ناري على روم وشو هذا دابا مالو؟ ريح بير ربك الحوالو، انا هبطو ربك في البير. سيج فيكتيم سيدا السيري يخ سير مشاكل فوري يا القلاع ما كسهل المال. كي وصلوني ولا زقحان؟ ها تشو صافي موصلون شي ولد القحبة. مالك اخويا شي ليش نجي نشوف مالك؟ ليش نجي نشوف مالك؟ مالك عشيري ليلى انا هاد ولد القحبة بوش ناط خويا والله شاضحكش معاك يا زبدي وش حمى وش مريض هذا ترى صوفي ناس صاحبي كانت مخشية فيه واحد يد صاحبي حل حل شي اللي قلتلك جا وقف عليا بحالك زعما بحال لا يدير شي قلوه. مالك صح مالك ما كصح وقف عليا ديك الوقفه ديال سير لن سير اصاحبي سير ناري هذا قلاوة يا صاحبي هادشي مشاكل هادشي يلا كان حيط انا اه انها الخدع انا فين نتحوى صات 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 ما تقشينا انا بحطيك خسر ربك لا 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 ربك موش ناقش اهل قلاوة وقف هنا نهربو بوه ما إلا ربك ندخل أنا في الغاز ذا القلاوة تا أحرق ربي هاي تعود ناري العافية يا رب أي 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 وش تبع ليا تكطباط هذا أوجه يا رب اي وشي فين كاين ولد القهبة؟ جبنا الكنز الدراري جبناه بعزنا ترى معانا نوصل له الدراري مازم الزيكة هادي قلت ليكم اللي كاين اخوت جبناها القلاوي جبناها السردينة زبي ترى كنا في السردينة ولد القحاب قال لي فلوس قديمة صاحبي صافي اسمع شيري تعال بغاوفك خدمة اخويا باش ندوز ما عندي ما ندير لك قليوة يا صاحبي ربك على صوت السب شبان لكم الدراري ما جبان اصلا هاد البروجي ديالكم ما عجبنيش فهمتي ما خدامش ما تيدخلش الفلوس دونك حيد عليا القلاوة نهار طلعو شي بروجي مزيان ديرو معاكم مزيان دابا ما متسالوش
سالينا الدراري. انا اللي كنقول انا الله سبحانه الله يحفظه.